معقول؟ في سبيل نجاح هذه المهمة يخرج الرقم واحد بنفسه إلي؟ ثمة مهمات لا يمكن أن ينفذها أحد غيري، ويجب أن يتحقق ما أريد. هل تطلبين إلي العودة إلى كورنوث؟ هيا اسحب هاردس يا هارتنت. لا رغبة لدي، لن أفعل ذلك. ليس خيارك هذه المرة، بل خياري. لقد انسحبت من كورنوس، ولكنني لا أنوي قتالك أنت. ما بك يا هارتنت؟ أهذه الحرية التي تريدها؟ حرية تبعدك عن كورنوس وتوصلك إلى الموت؟ بل تبعدني عن كورنوس لأفعل ما أشاء خارجها. أهذا مفهومك؟ أريد استعادة هاردس إذن. ها؟ اليد التي قدمته إلي يوما تريد استعادته. قاتل مع هاردس من أجل سلام كورنوس والعالم. وظيفة السلاح هي القتل، ومن الطبيعي أنك لم تعد في حاجة إلى هاردس ما دمت أقسمت ألا تقتل أحدا بعد الآن. ليس كذلك، علي أن أنقذ به أرواحا تساوي الأرواح التي أزهقتها به. مع الأسف، إن كنت مصراً على هذا فليس أمامي إلا أن آخذه من يد جثتك. في تلك الليلة أيضاً كان المطر البارد يهطل. لقد أنجزت المهمة بنجاح. هارتنت، لابد أن يأتي يوم تنجز فيه المهمة وتنسى هذا الخوف. ولكنك جربت القتل، ويجب ألا تنسى هذا الشعور أبداً. نحن ننفذ المهمة من أجل كورنوس لأننا أرقام فيها، ولكن علينا أن نتذكر اللحظة التي ضربنا فيها بالسيف وضغطنا فيها على الزناد. هذا ما نحتفظ به لأنفسنا. في المدة التي عملت فيها رقماً كنت قد نسيت الكلمات التي قلتها في تلك الليلة، أما الآن فأظنني أفهم مشاعر سفيريا التي قالت تلك الكلمات. التناقض الذي يعيشه المرء عند القتل يفهمه أرقام كورنوس أكثر من أي شخص آخر. أي حياة هذه؟ يفعل المرء شيئاً وهو ليس مقتنعاً به. هل تعني أنك تركت كورنوس من أجل هذه الفكرة؟ كورنوس تبنى فوق أساسات هشة بعقليتها هذه، والهش مصيره الانهيار. مع الأسف يا هارتنت، ثمة الآن في كورنوس من لا يدرك ألم أن تتلطخ يدك بالدم، ولهذا فأنا... كنت أنوي إنهاء الأمر بضربة واحدة، ولكن هذا لا يجدي مع الرقم.
لكنك الآن فوق شبكة عالمي، ولن أدعك تفلتين أبدا. شارلدين فرامبيرك، لقد نجوت من الغرباء. نجا؟ كما توقعت يا رئيسة أرقام كورنوس، علمت بأمري بسرعة. هذا لن يجدي نفعا. أهذا ما كنت تعنيه بشبكة عالمك؟ أنا مضطر إلى الاعتذار إليك أيها القط الأسود، لست خصمي، وهذه المعركة لا تعنيك في شيء. أرجو أن تنسحب من هنا. لماذا تستهدف سفيريا ما دمت قد تركت الغرباء؟ لماذا؟ تسألني لماذا؟ مع أنك تعرف الجواب. ما معنى هذا؟ كورنوس تحاول السيطرة على العالم، أليس هذا السبب الذي دفعك لتنشق عنها وتقف في وجهها؟ طرف سيء كالغرباء لا يحق له أن ينتقد طرفا سيئا آخر مثل كورنوس. معك حق، ولهذا اخترت طريقي الخاصة كما فعلت أنت. لا شك أنك تستطيع فهم طريقة تفكيري الآن. أعتذر، لا يمكنني. هذا مؤسف. الآن لقد تجاوزتها كلها. توقف عن هذا، لا يمكنك هزيمة سفيريا. كورنوس منظمة قوية، لديها نفوذ وتنظيم وسطوة، أتظن أنك تستطيع هزيمتها وحدك؟ مهما بلغت قوتها وسلطتها، فبمهاجمة رموزها لابد أن يأتي يوم أستطيع فيه القضاء عليها نهائيا. أنت عنيد، والعناد هذا هو دواؤه. توقفي يا سفيريا. أنصحك ألا تتدخل في هذه المعركة يا هارتنت. صدقتي. سأضحي بحياتي إن كان هذا سيسقط تلك المنظمة المتسلطة. لا فائدة. سواء أكانت ضحيتك من الغرباء أم من كورنوس، فلا تقتليها أمامي. هل هذا واضح؟ إذن هذه الطريق التي اخترتها لنفسك، أليس كذلك؟ للسلاح استخدامات أخرى غير القتل. لقد تعلمت هذا من صديق مقرب. تعلمته من صديق مقرب؟ هو من علمني كيف أكون حرا. ما هذا؟ إنها طلقة أوريها الكون، سأعطيك إياها. يمكنك أن تتابع القتال مع هارتس، ولكن يجب أن تثبت أفكارك وما تريده. يجب أن تسهم في تغيير هذا العالم. فهم، سأبذل جهدي. هارتنت، أنا متشوقة لأرى كيف ستستخدم هذه الطلقة. سفيريا.